السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى الفيديو يعجبكم. اون اتوندون يتجمد لينا لا غلاس. بغيت نبارطاجي معكم هاد لا سيري ديال لا غلاس، فين تحطي لا غلاس والمعلقات اللي خديتها من بيم بثمن جد مناسب، يعني خديتها واقيلا ب 38 درهم. فيها 4 ديال الكويسات، 4 ديال المعلقات، وهذيك المعلقة باش كتهزي لاكلاص كديري بها لي بول. يعني كما كتشوفوا الوينات رائعين، حتى لا ماتيغ ديال الكويسات زوينين صحاح، يعني هكا الوليدات وعلاش لا حتى الكبار. كما كتشوفوا لي كولور زوينين. هادي معلقة تنهزو بها لاكلاص، اللي زوينة انها كتبركي عليها من الفوق باش كطيحي بها البول. تا هي هادي خديتها 8 دراهم، يعني والو الثمن. وهادي مع لا سيغي تا هي باش كديري لي بول، يعني لقيتها رائعة. انا شريتها قبل ما يبدا الصيف. كيما كتشوفو تا هادي كنديرو بها دي بول، يعني سهلة في الاستعمال. كما كتشوفوا كنجمعوا لا غلاس وكنوركوا عليها من التحت، كتهبط البول بسهولة. وهذه المعلقة هي يعني واعرة واعرة بزاف. نتمنى الا مشيتو للبيم ولقيتوه علاش لا ما تاخدوش، ما تندموش عليه. ونتمنى لا غلاس ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله في هذا الصيف هذا غنحاول نجيب لكم دي غلاس يعني يكونوا ثمن مناسب وتحضير سهل كما العاده. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وإلى اللقاء.